يلا يا معلم. يا صباح الفل والورد والياسمين على احسن ناس في الدنيا، وعاشتوني اقسم بالله. كل سنه وانتم طيبين، ويجعلها سنه سعيده علينا، ويجعلها رمضان كريم يا رب علينا وعليكم وعلى امه المسلمين اجمعين. ويومنا حلو وايامنا حلوه وكلها ايام حلوه. النهارده ان شاء الله زي ما قلت لكم، النهارده والله السعوديه كانت قاعده على قد ما قدرت، جمعت لكم سرحه وسمك الله اكبر. سمك خفيف النهارده المفروض يبقى غالي، بس برضه احنا برضه عشان خاطركم اي حاجه سهله، عشان وعدناكم ان احنا هنشتغل النهارده. ان شاء الله النهارده اخر يوم شغل، ماشي، وعليكم خير بقى في رمضان باذن الله. سمك النهارده الله اكبر، حاجات الله اكبر، يا بخت اللي ياكل سمك. هنبدا بالكاليماري النهارده يا جماعه. النهارده عندنا كاليماري كبيره كده، حاجه الله اكبر كده، تبارك الله. كلها النهارده شغلنا اخر يوم دوت، شغله كله عروض. كاليماري اما تحب تجيب كيلو كاليماري مش اقل من 350 جنيه. انا عندي عروض على طول، اشتغل عروض على طول. 2 كاليماري ب 400، كاليماري ب 200 جنيه في العرض، كيلو ب 250. البولتي اللي عايز ثلاثات النهارده جايب لكم شويه بولتي، تبارك الله. بولتي بص بيلعب، بيتكلم عن نفسه، سمك يتكلم عن نفسه، حاجه الله اكبر كده. الله اكبر الله اكبر، يا بخت اللي ياكل من السمك ده. السمك ده المتختخ ابو ظهر عالي ده يا جماعه، سمك الصايمه دي الله اكبر. بولت 4 ب 300 زي ما احنا شغالين. عروضنا النهارده مش هتخلص، النهارده اخر يوم شغل، اشبعكم سمك. السلام عليكم. خش على البوري الله اكبر. عندي يا جماعه بوري وسط في كبير كده زي ما انتم شايفين، ماشي. انا هبيعه بسعر الوسط النهارده. البوري ده النهارده هنبيعه بسعر الوسط، ماشي. 3 كيلو ب 380 النهارده بس. 3 بوري ب 380 مش في البلد كلها، عند عم حسن السوسي بس. التونه يا جماعه اللي عايز ياكل تونه وعايز يعمل سمك بجد يعني، بص لعين السمكيه كده وبص للمنظر. منظر السمك قسما بالله يفتح النفس، عايز زواير ايه. سمك تبارك الله. تونه النهارده النهارده جبتها والله عشان الناس ياما طالبه تونه، وقلت اخر يوم برضو ايه ما ازعلش حد. التونه عشان تجيب سمك التونه اقل كيلو مش اقل من 120 جنيه و130 جنيه و150 جنيه. انا بيع تونه ب 70. التونه النهارده في العرض بتاعنا الكيلو ب 70. عندك السمكه من 4 لحد 6. لحد 6 كيلو. تعمل تونه من هنا للسنه الجايه. كيلو ب 70. مكرونه النهارده يا جماعه حلوت قوي. قسما بالله اللي ما ياكل مكرونه النهارده ما ياكل مكرونه في حياته تاني. حلوت قوي، المبرومه قوي ديت. حلوه قوي السمينه قوي دي. اللي كلها بطارخ، في كبير وفي وسط، بس هي اغلبيتها النهارده وسط الله اكبر. حاجه تبارك الله، اللي عايز كبير ماشي، اللي عايز وسط ماشي. زي ما احنا شغالين، مكرونه 3 ب 400 مش في البلد كلها تجيب 3 كيلو مكرونه. الحلاوه دي والنظام ده كده ماشي. السمكه اللي بتلعب دي كده حي قوي كده، 3 كيلو ب 400، حطهم في الثلاجه لمده 6 شهور، لو غير طعمهم بتوعي. مكرونه اخر اسبوعين ثلاثه في المكرونه، بعد كده ولا هجيب مكرونه ب 300 جنيه، مش هجيب مكرونه فلوس اساسا. خش على الجمبري الوسط اللي احنا بنقول عليه وسط. جماعه ده مش وسط، ده يعتبر كبير. احنا بنبيع وسط. جمبري الوسط ب 320 زي ما احنا شغالين. حاجه تبارك الله، وربنا النهارده الفارس اللي يعرف يجيب شويه سمك. واساله في الاسواق النهارده هتشوفوا الاسعار غريبه، بس انا شغال زي معاكم زي ما انا شغال. خش على الكاليماري الوسط. طبعا الكاليماري الوسط عشان تجيب كيلو كاليماري وسط ب 250 جنيه. قش البحر يا وسام. جماعه الكاليماري زي ما احنا شغالين. كاليماري ال 2 كيلو ب 250. كاليماري في العرض معاك يا بيه ب 125 جنيه. الحق العرض، اخر يوم في الشغل، مش هتلاقوا الاسعار دي تاني. طبعا الجمبري الكبير ده مش عايز كلام. جماعه جمبري الله اكبر. كله كبير بالواحده كده. جمبري الكبير الواحده ده كله ب 420 جنيه. جمبري الازاز الكبير ده ب 420. النهارده اسعارنا خياليه. خش على البياض اللي عايز بقى يقلي ويعمل طاجن ويعمل جزل. البياض الله اكبر، ابو شناب الشناوي ده. ابو ايه يا يوسف؟ شناب الشناوي. بكام ده يا باشا؟ الاثنين. الاثنين ب 400؟ لا ايه؟ شويه. يا جماعه الاثنين ب 250 زي ما احنا شغالين. البياض ابو شناب دوت اللي تاكل منه سمك ما اكلتوش في حياتك، ال 2 كيلو مش حق كيلو. ال 2 كيلو ب 250. طبعا الحمام اللي احنا مميزين بيه، يا بخت اللي هياكل منه. الحمام ده من ساعه ما ربنا كرمنا بيه اليومين اللي فاتوا دول انا كل يوم باكل منه.
لحمة أبيض ماشي، لا عظم ولا شوك، عشان الأطفال خزنه في التلاجة سنة ما يغيرش طعمه. النهاردة 3 كيلو ب 270، ال 3 كيلو ب 270، الحمام واقف معاك بكام كده؟ واقف معاك ب 90 جنيه، الكيلو ب 150.